طب تصدق اهم حد في القضيه بتاعتكم دي هو الواد بتاع طنطا اسماعيل؟ ده هنوصل له ازاي ده؟ اكيد بعد ما شهد ضدنا ادوا له الامان التمام وشقه ووظيفه من المحافظه، واكيد خفوف مكان محدش يعرف يوصل له فيه. اكيد، بس برضه هو هيعمل باصله وهيحاول يتصل باهله ويديهم فلوس ويودهم، ساعتها بقى احنا لو ركزنا مع اهله في طنطا هنوصل له. دول هنوصل لهم ازاي؟ انا ما كنتش عامل حساب ان كل ده هيحصل عشان اخد عنوانه في طنطا. الحاجه الوحيده اللي اعرفها عنه ان ابوه عنده محل عصير قصب جنب السيد البدوي. مش الله يا سيد يا بدوي. انت عارفه احنا لو لفينا على كل محل سالنا صاحبه عندك ابن اسمه اسماعيل وشربنا كوبايه عصير هيكون جالنا السكر. زي كده اطمنت عليك. ما دام بتغلي في الياس كده بشويه تريقه يبقى انت خلاص محمود زي ما انت. السجن ما غيركش زي ما بتغير ناس كتير. يمكن عشان ما لحقتش. بركه في الثوره بقى. انا لو كنت كملت شهر واحد كمان في الانفرادي ده الله اعلم كنت هبقى عامل ازاي النهارده. بص يا محمود انا مش عايزاك تقلق. ان شاء الله ربنا هيكرمنا في الثوره دي وهتكتمل وهيتغير النظام، واكيد النظام الجديد اللي جاي هيبقى فيه قضاء مستقل وهيعيدوا هيكله الداخليه. في الحاله دي انا كمحاميه اقدر اطلب كل المعلومات اللي انا عايزاها من اي جهه رسميه عشان اثبت براءتك، واكيد الجهات الرسميه ساعتها مش هيبقى ليها اي مصلحه ان هي تظلم مواطن بريء. الله الله، بلسم. مش بقول لك بلسم؟ وساعتها بقى طبعا المواطن المصري الشريف هيقف في وسط شقته شرحه البرحه ومقطين وصاله ويقول كفايه كفايه عدل بقى. شيخه لا فعلا السجن ما غيركش خالص، لسه تريقتك رخمه زي ما هي. بقول لك ايه، انا عشان جبت لي فلافل محشيه بس اكتفيت بالتريقه، انما الكلام اللي انت قلتيه ده عايز رد تحت بند الفولكلور الاسكندراني. ها ليه وانا كنت قلت ايه يعني؟ طب يا سيدي بلاش تحترمني، احترم العيش السخنة جايبه لك عشان تفطر. انت هتذلي امي عشان جبت لي فطار؟ بقى انت بقى عايزاني افضل هربان لحد ما النظام يسقط والقضاء يبقى مستقل والداخليه ايه يا اختي؟ دي هيكلوها. والله ما تعرفي تقوليها تاني. لا بجد يا محمود، كل اللي بقوله ده لازم يحصل. امال بقى الثوره قامت ليه؟ والناس اللي استشهدوا في الشارع دول ضحوا بارواحهم ليه؟ بقول لك نجدك نجدك التليفون ده، يا رب يبقى احمد. ان شاء الله. مين؟ الو مين؟ معاك اللواء رفعت البتنوني من امن الدوله. في احد المواطنين الشرفاء بلغنا ان عندكم متهم هربان في قضايا خطيره اسمه محمود عبد الناصر، فقلنا نتاكد قبل ما نبعت قوات للقبض عليه. يعني انت اللواء رفعت البتنوني ذات نفسه؟ بنفس ذات روح امه. طب حيث كده بقى انا مواطن اشرف من اللي بلغكم بالمعلومات دي، وعايز ادلكوا على متهم اخطر هو اللي لبس المتهم الاولاني في الحيطه يوم ما راح له وساب له الشنطه. الله يحرق اليوم اللي استلمتها منك يا اخي. الله يخرب بيتك يا كبير، انت كده مش مسامح بقى. مسامح بس لما اشوفك يا احمد، اما رنتك علقه من بتوع زمان فاكرهم؟ الا انساها، دي علامات في حياتي وفي جسمي، بس الكلام ده كان زمان خلاص. انا دلوقتي بضرب وانا بتضرب. بضرب وانا بتضرب؟ ايه لغه جديده نزلت دي في السوق ولا ايه؟ بقول لك ايه، رغم ان انا مش فاهم منك ولا كلمه، بس اهم حاجه قلتها انك هتتضرب. بالذمه دي مكالمه بين اخين ما شافوش بعض بقالهم ياما، ونام انتوا مجانين. دي منى؟ قول لها ان هي مش فاهمه حاجه، ولاد عبد الناصر ليهم طريقه في المحبه. يا عم مش هتفهم كلامنا. المهم انت عامل ايه يا ابن الكلب؟ وحشتني. شفت يا احمد؟ اهو الشعب عملها لوحده يا اخي، ولا كان ليه لازمه بقى المتفجرات ولا الملطوف بتاعك ده. لا والنبي يا شيخ، مش ده الشعب اللي عمره ما هيثور؟ واللي انا بعمله انا واللي زي ملهوش اي لازمه؟ كل ده تضييع وقت وعمرنا هيضيع زي ما عمار ابهاتنا ضاعت؟ مش ده كلامك؟ ما تفتيش بقى وتقول لي ان انت كنت متوقع اللي حاصل. انت اساسا لما كان بيخرج معاك اتنين زياده في المظاهره كنت بتحس بعزوه. عندك حق، الشعب فعلا فاجئنا كلنا، نسبه الاحرار فيه طلعت اكتر بكتير مما كنا نتوقع. شوف لسه الثوره ما نجحتش وابتديت تتعنطز وقسمت الشعب احرار وعبيد. مين قال لك ان الثوره ما نجحتش؟ الثوره دي نجحت يوم 28 لما الناس نزلت بالملايين وكسرت حاجز الخوف لاول مره في تاريخ مصر، وكل اللي بيعمله النظام ده مقوحه، ولا هيقدم ولا هياخر. انت ايه يا ابني؟ انت مش عايش معانا في البلد؟ انت ما شفتش الناس اللي نزلت بتهتف للرئيس؟ مين دول؟ ونسبتهم قد ايه بالنسبه للملايين اللي نزلت يوم 28؟ يا عمي ده اللي مش نازل منهم بفلوس، نازل عشان اتضحك عليه من الاعلام، فهمونا امان عياله هيبقى لو الراجل ده قعد 6 أشهر كمان. قلت لي ايه على خطبه امبارح؟ اقول له؟ ابوس ايدك، هيديني خطبه نضال وانا مش ناقص.
معاك يا احمد، معاك، هروح فين؟ قول لي يا محمود، انت لو كنت موجود في البيت يوم 28 كنت نزلت؟ لا طبعا، وانا ايه اللي هينزلني؟ انزل ازاي قصاد نظام وانا مستفيد منه؟ وظيفه زي الفل، مرتبي تمام، بتعالج انا وعيلتي على نفقه الدوله. انت نسيت ان اخر عمليتين شفت لامك كانت على نفقه الدوله. الله يخرب بيتك يا محمود، والله وحشتني. هشوفك امتى يا ارهابي؟ مش عارف، ما تنزل انت وتيجي معانا التحرير. انزل فين يا راجل؟ ده انا جيت هنا باعجوبه. ما تيجي انت يا احمد، عايز اشوفك اطمن عليك. لا يا عم، انا مش هتحرك من هنا غير لما النظام ده يروح في 60 داهيه. حلو قوي، يبقى احنا هنتقابل كمان 60 سنه ان شاء الله. ليه؟ وانت عندك شك ان ده هيحصل؟ يا سيدي وانا اكره، انا بس ما بحبش اتعلق بحاجه عشان مضاعفات خيبه الامل، ما انت عارف. صحيح الكلام اللي قالته لي منى انك عايز تهرب بره البلد؟ اه صحيح يا احمد، مش هلاقي وقت انسب من كده عشان اهرب. مفيش بوليس والحدود مفتوحه. يا اخي الواحد بيتمنى يبقى معاه فلوس عشان يهرب زي الحراميه الكبار. طب دول حراميه وبيهربوا، انت بتهرب ليه؟ اهرب من ايه؟ انت مش معانا من اول خطوه ولا ايه؟ يا محمود، انت هربان من قبل حكايه القضيه المتلفقه دي؟ مش هنضحك على بعض. من ساعه ما قتلوا لك حلم التعيين وانت هربان، حبيت شيرين وسبتها، وهربت من ضباط امن الدوله اللي في رشيد على بورسعيد، وحتى وانت شغال في اسكندريه وقبلها في مصر، ولما كنت شغال عند خالنا في السلوم برضه هربت. كل ده كنت بتعمله عشان بتحضر للهروب الكبير، الهروب اللي مفيش بعديه رجع محمود. مش عوايدك يعني. بيقول عدس، اللي ما يعرفش يقول عدس. مش انت بتقول عدس يا احمد؟ ما تزعلش مني يا كبير، بس انت لو ما فهمتش ان المره دي الهروب خلاص ما عادش ليه لازمه تبقى غلطان. البلد خلاص رجعت لنا يا محمود، ولو سبناها تروح مننا ما نستاهلش نعيش فيها اصلا. بقول لك ايه؟ انت هتكلم امك امتى؟ كنت خايف اكلمها فتعمل لي مناحه وتقول لي ارجع، بس حلمت بيها امبارح بالليل فقلت اموت اسمع صوتها بقى فكلمها. جدع، بس لما اتكلمها بقى ما تقولش ان احنا اتكلمنا خالص، ما اجيب لهاش سيرتي. ليه؟ مش لازم اطمنها عليك؟ معلش، كويس ان هي اطمنت عليك وعرفت انك حي. اطمنها اقول لها ايه؟ هربان وممكن يتقبض عليا في اي وقت، او اخد اي رصاصه من لجنه شعبيه او من مواطن شريف. لما اعرف هعمل ايه هبقى اكلمها يا احمد. محمود، انا اسف، حقك عليا، والله ما كان قصدي اورطك معايا. مش زعلان منك يا احمد، مفيش اخ بيزعل من اخوه. وبعدين ده نصيب يا اخي، مفيش حد بيزعل من نصيبه. وبعدين ما انا اتشددت قبل كده في امن الدوله، كان دخلك انت ايه؟ خلي بالك من نفسك وسلم لي على منى. لا اله الا الله محمد رسول الله. الو، اي انت؟ حصل الكلام ده؟ يا نهار اسود، سيوف ايه؟ ومولوتوف كمان؟ في حد اتعور؟ ياه للدرجه دي؟ طيب انا جايه حالا. مسكتوا بلطجيه جايه ايه؟ اسمع، قبل ما تسلمهم للجيش لازم تسجلوا لهم اعترافات بيقولوا فيها مين اللي دفع لهم عشان يعملوا كده، دي حاجه مهمه جدا، ماشي؟ طيب حلو، خدوا بقى الكارنيهات بتاعتهم دول احتفظ بيها. طيب طبعا دي حاجة، دي أدلة. طب خلاص أنا جاية. طب اسمع، أنا هطلع على المكتب وبعدين بقى لما الدنيا تهدى هشوف هيحصل لكم ازاي. مش عارفة دلوقتي هتصرف في ايه يا منى؟ في ايه؟ في بلطة جاية طلعوا على الناس بالسيوف مالوتوف عشان يفضوا الاعتصام بتاع خالد إبراهيم. مش عارفة، في ناس كتير قوي اتعورت، في عركة جامدة جدا شغالة دلوقتي هناك. ساتر يا رب. بص انا لازم امشي، خلي بالك من نفسك. محمود ما تقلقش خالص، انا هبقى اطمنك على بابا. خليك مكانك.